أهلا بكم في حلقة جديدة من Control Systems Engineering، هندسة نظم التحكم. إعداد مهندس كرول صفحة. في حلقة النهاردة هناخد الجيرز وإزاي أجيب لها Transfer Function، بمعنى أننا إزاي أعمل نمزجة أو Modeling الأنظمة اللي فيها Truth. طبعا التروس مهمة قوي مع الأنظمة الميكانيكية الدورانية روتيشنال ميكانيكال سيستم، وبالأخص اللي بيقودها أو اللي بيقود النظام عندي اللي هو الموتورز، بيبقى دايما بيبقى معاه تروس أو في الغالب، لأن اللود عشان أحركه بيبقى تقريبا متوصل أو بعمله درايفنج عن طريق جيرز. وبستخدم التروس ليه؟ التروس بتستخدم في إني أنا عايز أنقل التورك بمقدار أعلى أو أقل، أو أنقل السرعة بمقدار أعلى أو أقل، بمعنى إن أنا عايز أتحكم في التورك أو السرعة. وطبعا دي بنشوفها في حياتنا العملية في أنظمة بسيطة زي بدال العجلة أو العجلات الخاصة بالعربية عن طريق عمود الكامات بينقل الحركة، أو في أي منظومة بيكون فيها حركة بوصل عن طريقها تروس عشان أنقل الحركة، سواء إن أنا برفع التورك أو برفع السرعة. زي ما أنتوا شايفين هنا التروس كتير قوي. هنا مثلا مثال بينقل الحركة من اتجاه معين لاتجاه 90 درجة، يعني بيغير اتجاه الحركة بزاوية 90 درجة. هنا ده تروس بينقل أو بيزود التورك أو ينقص بدل عجلة، أو هنا في أشكال مختلفة للتروس زي ما أنتوا شايفين. ليه بستخدم التروس؟ عموما أنا بستخدم التروس لسببين أساسيين، إن هو أحصل على هاي تورك بس وقتها هحصل على لو سبيد، لأن العلاقة بين التورك والسبيد علاقة عكسية، وهنشوف قدام شوية في الفيديو العلاقة دي جاية منين. يبقى عشان أحصل على هاي تورك، يعني عندي لود عايز أشغله بهاي تورك، فبستخدم التروس لنقل التورك بمقدار أعلى، وقتها بحصل على لو سبيد. أو ممكن عايز أرفع السرعة بس في نفس التوقيت هحصل على لو تورك، يبقى عشان أحصل على هاي سبيد وقتها هحصل على لو تورك. عموما ان انا عايز اعمل درايف للود، يبقى انا عايز اعمل ماتش للدرايف سيستم عندي واللود. الدرايف سيستم زي ما قلنا هو ممكن يبقى عندي الموتور، واللود ممكن يبقى لود، فبوصل بين الاثنين عن طريق مين؟ تروس. وبالتالي بعمل تريد اوف بتوين سبيد اند تورك، بمعنى بعمل مبادله بين التورك والسبيد. انا عايز تورك عالي ولا سبيد عاليه؟ مستحيل احصل على الاثنين في نفس التوقيت، يا اما تورك عالي يا اما سبيد عاليه، لان العلاقه بالاثنين عكسيه. فلو انا عندي ترسين هنا، ترس صغير وترس كبير، الترس الصغير ده هو اللي هيبقى متوصل مع الموتور، نفترض ان في موتور هو اللي بيحرك، بالتالي ده اسمه انبوت درايف جير او درايفر، هو اللي بيسوق العمليه او هيسوق اللود عندي. الترس الثاني اللي بيبقى موصل عليه اللود عندي هسميه اوتبوت دريفن جير، او الترس المقاد او المساق، او يطلق عليه فولور التابع. لو انا قصرت هنا بتورك تي واحد جاي من الموتور، التورك ده جاي من الموتور، وقتها الترس الصغير هيدور بزاويه سيتا واحد في الاتجاه اللي انت شايفه، هيتولد على الترس الثاني تورك معاكس في عكس الاتجاه، زي ما واضح في الرسم او في الانيميشن عندك، هتلقى التورك الثاني هيبقى في عكس الاتجاه، وقتها الترس الثاني هيدور بزاويه معاكسه سيتا 2. لو فرضنا نص قطر الترس الاول ار 1 ونص قطر الترس الثاني ار 2، عدد المسننات الخاصه بالترس الاول ان 1، عدد المسننات الخاصه بالترس الثاني ان 2، زي ما واضح من الرسم ان نص قطر الترس الاول صغير، نص قطر الترس الثاني كبير. عدد المسننات في الترس الصغير طبيعي تبقى اقل، عدد المسننات في الترس اللي قطره كبير طبيعي تبقى كبير. فلاحظنا ان الترس اللي نصه قطره صغير عدد مسنناته صغيره، والترس اللي نصه قطره كبير عدد مسنناته كبير، فبالتالي العلاقه طرديه بين عدد المسننات ونص قطر الترس. فبالتالي لو قلت ار 1 على ار 2، دي الريشيو بين ار 1 وار 2 هتساوي الريشيو بين ان 1 وان 2، الريشيو بين انصاف الاقطار بتساوي الريشيو بين عدد المسننات. في الحقيقه رغم ان انا عندي ترسين ومتوصلين مع بعض بحيث ان الاثنين في علاقه ما بينهم، فقال لك في النهايه لو خدت احد الترسين ده وخليته هيصير عندي على مسار افقي، بمعنى انا جبت الترس وهخليه يتحرك في مسار افقي، او هحصل منه على الازاحه الافقيه. دي بتبقى واضحه في ايه؟ في العجله عندك لما بتسوق العجله بالبدال، بتبدل العجل في النهايه بيمشي على طريق، فالازاحه الافقيه اللي انت قطعتها بالعجله بتساوي ايه؟ تعال نشوفها مع بعض هنا. لو انا عندي العجله اهو بيتحرك او الترس لغايه ما يوصل لنقطه معينه، فبالتالي الازاحه اللي قطعها من البدايه هنا لهنا بتعتمد على حاجتين، تعتمد على نص قطر الترس، لو نص قطره كبر بالتالي هيتحرك ازاحه افقيه اكبر. النقطة التانية زاوية الدوران، لو كان بيدور بسرعة هو بيتحرك، بالتالي هتحرك ازاحة اكبر، ازاحة افقية، فبالتالي هنا
هنلقى الترسين رغم ان في واحد صغير والتاني كبير، الا ان الاتنين في النهاية اتحركوا ازاحة واحدة، displacement واحدة عندي او distance واحدة. فالديستانس اللي بيتحركها عندي ترس دائري، او عايز احصل على المسافة الافقية او الازاحة الخطية اللي بيتحركها ترس او عجل عندي حركة دورانية بس عايز الازاحة الافقية، انا هتبقى نص القطر عندي في زاوية الدوران. وقلنا ان الازاحه بتاعت الاتنين بتبقى واحد حتى لو كان ده كبير وده صغير. في النهايه المحصله ان الترس ده بيتحرك ازاحه والترس ده بيتحرك ازاحه، الازاحتين متساويين ما لهمش علاقه بنص القطر، لكن الازاحتين متساويين اللي هو الديستانس عندي الافقيه او اللينير. يبقى ار 1 سيتا 1 بتساوي ار 2 سيتا 2. لو جبت سيتا 1 على سيتا 2 هتبقى سيتا 1 على سيتا 2، يعني اسحب سيتا 2 في المقام، هتلاقي ار 1 تسحب في المقام الناحيه الثانيه، تبقى ار 2 على ار 1. ار 2 على ار 1 اصلا مش علاقتها طردية مع عدد المسننات، بمعنى ان ار 2 على ار 1 اجيبها من فوق تبقى ان 2 على ان 1. كده انا حصلت على مين؟ على علاقة بين سيتا وعدد المسننات، مش محتاج اقيس نص القطر، محتاج فقط اعرف عدد مسننات كل ترس، وقتها اقدر اجيب الريشيو بين زاوية دوران الترسين. فلو جيت من هنا انا عايز سيتا 2، سيتا 2 هقلب المقدار ده واقلب المقدار ده واودي سيتا 1 الناحية التانية تطلع بالشكل ده، سيتا 1 ان 1 على ان 2 يديني سيتا 2. فبالتالي سيتا 1 لو كانت عندي معلومة وعندي معلومة الريشيو اقدر احصل على سيتا 2 الخاصة بالترس التاني مباشرة من غير ما اقيس من المعادلة او الريشيو دي. فبالتالي احنا حصلنا على القانون ده، عايزين نحط قانون عام نستخدمه في اي حال. لو لاحظنا هنا لازم اكتب سيتا في الاول، يعني اقول سيتا 2 بتساوي سيتا 1، لازم سيتا اللي هنا تبقى في الاول في بدايه المين القانون عندي. هنلاقي ان اللي في البسط هنا اسمها ان 1، هنا سيتا 1، هنلاقي ان اللي هنا مباشره ليها علاقه بسيتا 1. يبقى ان 1 هي عدد المسننات للترس الاول اللي بيدور في زاويه سيتا 1، وهنلقى ان 2 ليها علاقه بسيتا 2. انا ما يهمنيش السافكس اللي هنا اللي هو الرقم، لا يهمني ان في البسط ليها علاقه مباشره بسيتا اللي هنا، وان الباقيه ليها علاقه مباشره مع سيتا الباقي. فبالتالي القانون لو قعدت كتابته بالشكل ده هيبقى لازم سيتا تتكتب في الاول، وان بتاعت البسط ليها علاقه بسيتا اللي قبلها على طول، سيتا اللي قبلها، وخلي ان الباقيه مع سيتا الباقي. هنرجع تاني، انا حسبت دلوقتي الريشيو بين الزاويه الاولى والزاويه الثانيه، او قدرت احصل على الزاويه الثانيه بمعلوميه الزاويه الاولى والريشيو بين المسننات. طب لو عايز احصل على التورك تي 2 المتولد على الترس التاني هجيبه ازاي؟ في نقطه مهمه وهي ان الشغل او الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، وبالتالي الشغل المبذول للترس الاول بيساوي الشغل المبذول للترس التاني. اخدنا احنا في اللينير ميكانيكال سيستم لو عايز الانرجي عندي الطاقه بتساوي القوه في المسافه، يبقى القوه بالنيوتن في المسافه اللي هتحركها الجسم ازاحه خطيه بالمتر. ده لو انا شغال لينير انرجي عندي او لينير ميكانيكال سيستم. طب لو عندي روتيشنال، القوه اللي بتاثر هنا عباره عن تورك، يبقى تي. زاويه الدوران او الازاحه اللي بحصل عليها اسمها سيتا، اسمها ازاحه دورانيه، يبقى الانرجي عندي هتساوي التورك في سيتا، ده خاص بالروتيشنال. يبقى الشغل المبذول هنا الخاص بالترس الاول لازم يساوي الشغل المبذول الخاص بالترس الثاني، بمعنى ان عندي الانرجي انتو انبوت جير اللي هو الخاص بالاول بتساوي الانرجي اوت اللي بحصل عليها من الاوتبوت جير. خلي بالك هنا انا افترض ان عندي ايه اللوسز تقريبا بزيرو او معدومه، يعني ما فيش لوسز لان الترسين اصلا بيحصل بينهم احتكاك، فبالتالي الشغل اللي هنا هيبقى اقل من اللي هنا. لا انا هفترض ان ما فيش احتكاك هنا، وبالتالي هفترض اللوسز عندي بزيرو. الشغل الخاص بالترس الاول بيساوي ايه؟ تي 1 سيتا 1. الشغل الخاص بالترس الثاني تي 2 سيتا 2. من العلاقه اللي هنا دي اقدر اجيب تي 2 على تي 1، يعني اسحب تي 1 في المقام هنا وسيتا 2 اوديها في المقام الناحيه الثانيه، حصلت على العلاقه اللي قدامنا دي. انا لسه قايل هناك ان سيتا 1 على سيتا 2 هتلاقيها ان 2 على ان 1، بمعنى ان العلاقه بين سيتا وان علاقه عكسيه، احنا قلنا الكلام ده في السلايدات اللي فاتت. فبالتالي انا هعوض هنا تبقى ان 2 على ان 1. هنلاحظ ان تي 2 على تي 1 بتساوي ان 2 على ان 1، بمعنى ان العلاقه بين التورك وعدد المسننات علاقه طرديه، العلاقه بين الزاويه وعدد المسننات علاقه عكسيه. هنلقى تي 2 على تي 1 بتساوي سيتا 1 على سيتا 2، هنلقى العلاقه بين التورك وسيتا علاقه عكسيه. وبالتالي طول ما سيتا بتعبر عن السرعه، لان السرعه الاوميجا اللي هي السرعه الزاويه بتساوي تفاضل الزاويه سيتا، لان سيتا دلاله على السرعه. فبالتالي طول ما التورك علاقة عكسية مع سيتا طبيعي يبقى التورك علاقة عكسية مع أوميجا اللي هي السرعة الزاوية، الكلام اللي قلناه في بداية الفيديو. فبالتالي هنا عايز أحصل على هاي تورك هيديني
لو سبيد. لو عايز احصل على هاي سبيد هديني لو تورك، وقتها تشوف انت عايز ايه، هل انا عايز هاي تورك في الاوت ولا هاي سبيد، اشوف المتطلبات بتاعتي ايه. لان احنا قلنا الشغل عموما عباره عن تي في سيتا، الشغل هيبقى ثابت، يبقى تي 2 في سيتا 2 هتساوي الكونستانت، فتي 2 لو زادت طبيعي سيتا 2 تقل عشان اقدر احافظ على المقدار ده يبقى ثابت ما اتغيرش، لان تي 2 سيتا 2 بتساوي كونستانت، فتي 2 لو زادت طبيعي سيتا 2 تقل عشان يبقى المقدار ده كونستانت ما يتغيرش. فهنلاحظ هنا العلاقه بين التورك وسيتا علاقه عكسيه، معناها ان العلاقه بين التورك والسرعه الزاويه اللي هي اوميجا علاقه عكسيه. من العلاقه اللي فوق هنا هنجيب تي 2، يبقى هضرب تي 1 كده، هتبقى تي 2 بتساوي الريشيو تي 1، هخلي تي 1 في نهايه القانون عندي، يبقى تي هخليها في نهايه القانون. لما ابص هنا هنلاقي ان 2 تي 2 معناها ان ان اللي هنا ليها علاقه بتي اللي هنا، وهنلقى ان اللي هنا ليها علاقه بتي اللي هنا، يبقى في قانون التورك هخلي التي في الاخر، هبص على الان بتاعت البسط هقول ليها علاقه بتي اللي قبلها مباشره، هعدي اللي يساوي هتلاقيها بتي 2، وهقول ان الباقيه مع تي اللي باقي، وبالتالي برضو تي هتبقى في النهايه نهايه القانون، هنلقى ان اللي هنا ليها علاقه بتي اللي هنا، وتي اللي هنا ليها علاقه بان اللي هنا، فبالتالي ده القانون العام اللي هنشتغل بيه في المسائل. نبدا باول مثال، عندي مجموعه من التروس، الاوتبوت عندي اللي هو الترس النهائي، هنا هيطبق التورك على اول ترس اللي هو الانبوت تورك عندي، لازم احط التورك عندي على الرسم احط السيتا على الرسم، بمعنى ان الشافت الاول هيطبق تي تورك، فبالتالي هيدور بزاويه اسمها سيتا 1، هيبقى في نفس اتجاه التورك، زاويه الدوران بتبقى في نفس اتجاه دوران التورك او تاثير التورك. هروح للشافت الثاني، انا لما اعدي الترس طبيعي يبقى هنا هيبقى الدوران في عكس الاتجاه الاول، يبقى هنا هيتولد تي 2 في عكس الاتجاه الاول وسيتا 2 برضه في عكس اتجاه سيتا 1. خلي بالك هنا تي 2 سيتا 2، هنيجي نعدي الترس اللي هنا ده هيتولد هنا تورك جديد اسمه تي 3 وسيتا 3، هتبقى اتجاهها عكس اتجاه اللي فوق لان انا عديت الترس هنا. هنيجي نعدي الترس اللي هنا هيتولد تورك جديد اسمه تي 4 وزاويه دوران سيتا 4 في عكس اتجاه اللي فوق برضه. هو هنا عايز العلاقه بين سيتا 4 وسيتا 1، عايز سيتا 4 دلالتها بسيتا 1 هتساوي كام سيتا 1، مفيش علاقه مباشره بين سيتا 4 وسيتا 1، مفيش ترس واحد اقدر اجيب الريشيو بتاعته واخلص القانون او اخلص المساله. هنا هعدي على اكتر من ترس، فبتعمل ايه؟ سيتا 1 الاتصال المباشر معاها مع سيتا 2، يبقى اقدر اجيب سيتا 2 بدلاله سيتا 1، طب سيتا 2 في اتصال مباشر مع سيتا 3، يبقى اجيب سيتا 3 بدلاله سيتا 2 واعوض عنها من القانون اللي انا جايبه قبل كده. هنروح هنا سيتا 3 في اتصال مباشر مع سيتا 4 عن طريق الترس اللي هنا، يبقى اجيب سيتا 4 بدلاله سيتا 3 واعوض من قبل كده. تعال نشوف مع بعض كده، ده القانون العام بتاع سيتا، يبقى سيتا نيو اللي هو عايزها بتساوي سيتا اولد في ان اولد فوق على ان نيو. خلي بالك سيتا بتتكتب في الاول، وان بتاعت البسط اللي هي علاقه مباشره بسيتا اللي قبلها، وان الباقيه مع سيتا الباقيه. هنبدا مع بعض هنا في سيتا 2، انا عايز سيتا 2 بدلاله سيتا 1، سيتا 2 بدلاله سيتا 1، يبقى هتكلم على الترس ده، يبقى لازم اظلل او اعمل خط على الترس اللي انا هشتغل عليه، انا هشتغل بين سيتا 2 وسيتا 1 يبقى الترس ده، يبقى انا عايز اكتب هنا سيتا 2 في القانون، يبقى اشيل دي سيتا 2 وتبقى هنا سيتا 1، يبقى الان بتاعت البسط تبقى ان مين؟ الخاصه بسيتا 1. بص كده على الترس، ان الخاصه بسيتا 1 اسمها ان 1، تبقى ان 1 على ان 2، لان ان اللي تحت برضه خاصه بسيتا 2، فسيتا 2 عندها الترس ان 2، وهيبقى ده اول قانون عندنا. هنروح بعد كده للترس الثاني، انا عايز سيتا 3 بدلاله سيتا 2، يبقى اخطط على الترس اللي انا هشتغل عليه، يبقى انا هشتغل على الترس اللي هنا ده، يبقى اكتب في القانون دي هنا سيتا 3 هنا سيتا 2، طب الان اللي في البسط تبقى ان 2، لا غلط، ركز كده، انا عايز ان اللي عندها سيتا 2، طب ان اللي عندها سيتا 2 بكام على الرسم؟ ده ان 3 مش ان 2، لان انا شغال على الترس ده مش ده، انا شغال على الترس ده اللي هو بين سيتا 3 وسيتا 2، يبقى سيتا 3 بتساوي سيتا 2، لان في البسط خاصه بسيتا 2، سيتا 2 عندها الان بان 3 تبقى ان 3، الان اللي خاصه بسيتا 3 بكام؟ سيتا 3 اهي، الان عندها بكام؟ بان 4، يبقى ان 3 على ان 4، زي ما انتم شايفين كده عوضت في القانون ده. طب ما انا عندي سيتا 2 من فوق، ما انا اعوض بيها، يبقى اشيل سيتا 2 واحط دي كلها، فانا عوضت طلعت بالشكل ده. اروح للترس اللي بعده، انا عايز علاقه بين سيتا 4 وسيتا 3، يبقى هنا هكتب سيتا 4 بتساوي سيتا 3، يبقى البسط ليه علاقه بسيتا 3، طب سيتا 3 الان عندها بكام؟ ان 3، لا غلط، بص على الرسم، انا شغال على الترس ده، سيتا 3 عنده ان 5، تبقى ان 5 على البسط، وانا شغال عند سيتا 4، سيتا 4 الان بتاعتها كام؟ ده الان عند سيتا 4 بان 6، تبقى ان 6 في المقام هنا، وعوض تطلع بالشكل اللي انت شايفه، اشيل سيتا 3 من اللي فوق، عوض بيها بده كله، تطلع بالشكل اللي قدامك ده، يبقى جبت العلاقه بين سيتا 4 وسيتا 1. تقدر في البيت تشتغل تجيب العلاقه بين تي 4 وتي
او تي واحد هسيبها لك تجربها في البيت. خلي بالك مش هستخدم القانون ده، هستخدم قانون التورك اللي انا شرحته. عندنا مثال صغير هشرحه بالطريقه التقليديه عشان استخلص منه قوانين عشان احل بيه المسائل. عندنا رسمه، عندنا هنا في ترس واحد اهو، الشافت الاول بيدور بتي واحد سيتا واحد، الشافت الثاني لما عدي قال لك هنا بيدور بسيتا اتنين. عندي انيرشيا متوصله مع الدمبر مع سبرينج في حاجه، هو عايز ترانسفير فانكشن سيتا اتنين على تي واحد، اعمل ايه؟ طبيعي قبل ما ابدا افرض عندي التورك والسيتات على الرسم، تي واحد سيتا واحد وشافت واحد مفيش مشكله. البرانش الثاني افرض عندي هنا هل في تورك؟ لا، هيبقى في تورك اسمه تي اتنين. طيب هنا هيبقى سيتا اتنين من بعد الترس هنا، حد الانيرشيا تبقى هنا سيتا اتنين لان الزاويه قبل الانيرشيا بتساوي الزاويه بعدها. هعدي الدمبر والسبرنج، هل الاثنين متثبتين في حقل؟ يبقى نقطه الدوران هنا الاثنين بزيرو. بعد ما انا حطيت السيتات والتورك عندي على الرسم، اروح اسال الترانسفير فانكشن لو عايزها ايه؟ طلعت سيتا 2 على تي 1، ابص على الخارج دايما، يبقى ابص على الخارج اللي هو سيتا 2، ابص على البسط دايما، سيتا 2 دي موجوده في انهي برانش؟ موجوده في البرانش الثاني، يبقى اعيد رسم البرانش الثاني، يبقى البرانش الثاني اهو بيأثر عندي تي 2 سيتا 2، وادي الانيرشيا والدمبر ويف كي، وادي سيتا 2 زيرو زي ما هي، وبالتالي هنا الخارج سيتا 2 يبقى رحت للبرانش الثاني اللي فيه سيتا 2. طب في مشكله هنا، ايه المشكله؟ هبص على ترانسفير فانكشن، المقام عايز مين؟ عايز تي واحد. طب اصلا في الرسمه مين موجود؟ تي 2. ما ينفعش يبقى تي 2 دي تتشال وتتحط بدلاله تي 1. تي 2 اشيلها واحطها بدلاله تي 1، يبقى هتكلم على انهي ترس؟ هو ترس وحيد موجود في الرسمه ما فيش غير. يبقى اروح استدعى القانون الخاص بالتورك، ان التورك بيساوي ان نيو على ان اول في تي اول، ده ما تنساش التورك التي بتبقى في النهايه، ان بتاعت البسط لها علاقه مباشره بالتي اللي قبلها. يبقى انا هكتب هنا تي 2، تي 2 اللي انا عايز اشيلها، يبقى اكتب هنا تي 2 وهنا تي 1، يبقى هنا الان الخاصه بتي 2، تي 2 عنده الان بكام؟ تي 2 عنده الان بان 2، تي 1 هنا الان بتاعته بكام؟ بان 1، يبقى ان 2 على ان 1، وابتدي اعوض زي ما انتم شايفين، يبقى ابتدي استبدل دي من على الرسم هنا، اشيل تي 2 واعوض بيها بالتورك ده، زي ما خدنا في الروتيشنال. ده نظام ميكانيكي بسيط ما فيهوش غير ازاحه دورانيه واحده اسمها سيتا 2، ابتدي اطبق العلاقه بتاعتي. العلاقه بتقول ايه؟ الامبيدنس في سيتا بتساوي التورك، يبقى الامبيدنس عندي هنلقى الثلاثه مش بيتحركوا غير ازاحه وحيده اسمها سيتا 2، يبقى الامبيدنس الثلاثه هتجمعوا جي اس تربيع دي اس زائد كي. السيتا عندي تبقى سيتا 2، التورك اصلا كان متطبق تي 2، طب ما تي 2 انا شلته من هنا اروح اعوض عنه بالترم اللي انا جبته. خلي بالك ان 2 على ان 1 تي 1 ده كله تورك، يعني ده كله تورك. طيب هو عايز ترانسفير فانكشن سيتا 2 على تي 1، يبقى اعمل ايه؟ عايز سيتا 2 على تي 1، يعني استدعى تي 1 في المقام واودي دي في المقام الناحيه الثانيه، ترانسفير فانكشن تطلع بالشكل ده، يبقى ادي تي 1 نزلت في المقام وده هيروح المقام الناحيه الثانيه، ان 2 على ان 1 اللي هنا على القوس اللي هنا ده بيقفل في المقام، دي ترانسفير فانكشن. لو عندك ان 2 وان 1 معلومين عوض عنهم، عندك جي ودي وكي عوض عنه. هنروح لنفس المثال، هو عايز مطلوب تاني، عايز سيتا 1 على تي 1 لنفس الرسم، يبقى نفس النظام، هترسم التورك وسيتا عندك، هنوصل للمعادله النهائيه دي اللي انا حصلت عليها في السلايد اللي فات، سيتا 2 مع تي 1. طيب هو في ترانسفير فانكشن عايز سيتا 1 على تي 1، تي 1 موجوده هنا، طب دي سيتا 1 ودي سيتا 2، لا المفروض اشيل سيتا 2 واخليها بدلاله سيتا 1، يبقى اشيل سيتا 2 بدلاله سيتا 1 استدعى القانون الخاص بسيتا، يبقى اقول سيتا نيو بتساوي سيتا اولد، لازم سيتا اولد تتكتب في الاول، ان اولد هنا له علاقه مباشره بالسيتا اللي قبل، والان اللي في المقام مع سيتا الباقي، نعوض عادي خالص، يبقى سيتا 2 هتبقى بتساوي سيتا 1، لان بتاعت البسط خاصه بسيتا 1، طب الان الخاصه بسيتا 1 اللي هي ان 1، تبقى ان 1 على ان 2، بعد التعويض هيطلع الشكل عندي ده، ارجع اروح اشيل دي في المعادله، يبقى سيتا 2 اشيلها من المعادله واعوض بيها بدي، تطلع المعادله بالشكل ده، اعمل ايه بعد كده؟ عايز اتخلص من الترم ده، الترم ده هوديه الناحيه الثانيه، يبقى اوديه بالمقلوب، بمعنى ان انا اضرب المعادله كلها في مقلوب ده عشان اتخلص منه، ده هيروح بالمقلوب هيبقى ان 2 على ان 1، وعندي اصلا ان 2 على ان 1، معنى كده ان الترم ده هيتربع، تطلع المعادله بالشكل اللي انت شايفه. طب انا عايز ترانسفير فانكشن سيتا 1 على تي 1، يبقى استدعى تي 1 في المقام عندي، تي 1 استدعاه في المقام، هيبقى ده البسط واستدعى ده الناحيه الثانيه في المقام، ترانسفير فانكشن تطلع بالشكل اللي قدامك ده، بس انا مش هدفي ان انا احل المثال بالطريقه دي، انا عايز احله بطريقه ثانيه بحيث ان انا استخلص قوانين احل بيه اي مساله. نبص الاول كده هنا الترم اللي هنا ده انا هوديه الناحيه الثانيه، لما هوديه الناحيه الثانيه هوديه بالمقلوب،
هيبقى ان واحد على ان اتنين، وعندي ان واحد على ان اتنين، هيبقى الترم ده متربع. هتطلع المعادلة عندك بالشكل اللي انت شايفه ده. ان واحد على ان اتنين تربيع دي هدخلها جوه عند القوس ده، هضربها في كل element هنا او كل impedance، تطلع بالشكل اللي انت شايفه. وبالتالي ايه اللي انت حاسه من المعادلة دي؟ المفروض البرانش الاول عندي في تي واحد وسيتا واحد، مفهوش اي impedance، المفروض اقول سيتا واحد تي واحد، الامبيدنس عندي بزيرو، صح؟ من حلنا للمسألة ان في impedance ظهرت هنا. الامبيدنس دي جاي منين؟ الجي والدي والكي جايه من البرانش التاني. اصلا الجي والدي والكي دي موجوده في البرانش التاني، بس ما حطهاش مباشره، ده ضريبها عندي في ريشيو عباره عن ان واحد على ان اتنين تربيع في كل امبيدنس، يعني كل امبيدنس عندي مضروبه في ريشيو ان واحد على ان اتنين تربيع. البرانش الاول اللي انا شغال عليه فهو حط ان واحد في البسط. طب البرانش التاني ده اللي فيه الامبيدنس رحت انا ناقلها للبرانش الاول، فالامبيدنس اللي هتتنقل بقت الان بتاعتها في المقام، يبقى ان اتنين. يبقى تاني انا برانش واحد اللي انا هشتغل عليه عباره عن الديستنيشن، ده اللي انا هشتغل عليه عباره عن الديستنيشن، تمام؟ يبقى قلت ان واحد لان الان بتاعته عباره عن ان واحد. الامبيدنس الموجوده في اي برانش تاني هتتنقل له، هتتنقل للديستنيشن ده، يعتبر ده ايه؟ يعتبر عندي السورس، يبقى ده السورس اللي انا بنقل منه، يبقى ده اللي هنقل منه، فبيتقسم هنا في المقام، ما تنساش النسبة دي بتتربع. فبالتالي لو أنا المعادلة دي قعدت رسمها كده هتلقى تي واحد سيتا واحد أهي، هتلقى الإنرشي عندي مضروبة في النسبة، دي مضروبة في النسبة، الكي مضروبة في النسبة، أكن خدت البرانش التاني ورحت ضربه في النسبة، بيديني المحصلة أو الرسمة النهائية بتاعت السيستم اللي قدامك ده. حصلنا من الكلام ده على قانون، قلنا إيه إحنا؟ قلنا الإمبيدنس عندي انا هشتغل على البرانش الاول، راح الامبيدنس الموجوده في البرانش الثاني اتضربت في النسبه. النسبه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الان اللي هي التيس اللي خاصه بالجيرز اللي موجوده في الديستنيشن، الديستنيشن اللي انا رايح له، الديستنيشن اللي انا هحول ليه على السورس اللي انا جاي منه، السورس اللي انا هحول منه، يبقى الديستنيشن اللي انا رايح له، الديستنيشن اللي هحول ليه، اما السورس اللي هو انا جاي منه او اللي هحول منه، النسبة دي بتتربع. تعال نحل او نعيد حل المثال اللي انا شرحته ده بالطريقة اللي انا قلتها. يبقى تاني يبقى هقول سيتا 2 على تي 1، ده اول مطلوب في السؤال والرسمة دي قدامك اهي. يبقى افرض ايه؟ يبقى سيتا 2 تبقى تي 2، تلقى هنا سيتا 2 وهتلقى هنا الزاوية 0. نفس المثال انا عايد حله تاني بالقوانين اللي هنستخلصها. فبالتالي اسال في ترانسفير فانكشن البسط سيتا 2، يبقى اروح راسم خط كده صغير واقول هنا سيتا 2 ده الخارج عندي، اسال على سيتا 2 ده الخارج او البسط عندي هو سيتا 2، اروح راسم كده سيتا 2 بنفس الدوران اللي موجود هنا، الدوران ناحيه الشمال سيتا 2، احط سيتا 2 ناحيه الشمال. ايه التورك اللي بيأثر في البرانش ده؟ ما سيتا 2 دي موجوده فين؟ البرانش التاني. ايه التورك الموجود في البرانش التاني؟ اسمه تي 2، اروح حاطه، تمام؟ ده الانبوت بتاعي. ارجع اسال هنا التورك المطلوب في الترانسفير فانكشن هل هو تي 2؟ لا ده تي 1، واللي انا حاطه على رسم تي 2 يبقى العلاقه مش صح، المفروض يبقى تي 2 تتحول لتي 1. هو تي 2 وتي 1 ده موجود بين مين ومين؟ تي 2 وتي 1 موجود بين البرانش الثاني والبرانش الاول، يبقى انا هتكلم على الترس ده، يبقى تي 2 هتتحول لتي 1. تي 2 موجود في البرانش الثاني، تي 1 موجود في البرانش الاول، يبقى هتكلم على الترس الموجود بين البرانش الثاني والبرانش الاول. هسترجع القانون بتاع التورك، يبقى اقول له تي نيو بتساوي ان نيو على ان اولد في تي اولد. خلي بالك التي في النهايه ان بتاعت البسط ليها علاقه مباشره بالتي اللي قبلها. هنكتب هنا انا عايز تي 2 هي اللي اشيلها، عايز اشيل تي 2 واخليها بدلاله تي 1، يبقى تي 2 عندي هنا تي 1، يبقى الوسط اللي ليه علاقه بتي 2، تي 2 هنا بكام؟ عندها ال n بان 2، تبقى عندي البسط ان 2 والمقام ان 1. يبقى اروح اقول كده الامبيدنس في سيتا بتساوي التورك، القانون اللي هكتبه ده ثابت، الامبيدنس في سيتا بتساوي التورك. يبقى اروح اكتب كده، طبعا انا بعد ما عملت تي 2 المفروض اشيلها من على الرسم واعوض بيها بدي، اعوض بيها بدي هنا بالقيمه اللي انا حصلت عليها. هروح اكتب القانون بتاعي اللي انا قلت عليه، الامبيدنس في سيتا 2 اللي انت شغال عليه بتساوي التورك. انهي تورك؟ التورك اللي انت عوضت عنه اللي بدلاله تي 1، لان في الترانسفير فانكشن انت عايزه بدلاله تي 1، يبقى بدلاله تي 1. الامبيدنس القوس ده ثابت بيتكتب دايما، عباره عن جي اي جي ايكويفالنت اس تربيع، لان الجي بتضرب في اس تربيع، زائد دي اي يعني دي ايكويفالنت مضروبه في اس، زائد كي اي يعني كي ايكويفالنت، يعني دي عباره عن محصله الجهات الموجوده في الرسم، محصله الدي الموجوده في الرسم، محصله الكيهات الموجوده في الرسم. خلي بالك من النقطه دي، دي عباره عن محصله، والقوس ده بيبقى ثابت في طرق حل المسائل دي. فاعمل ايه؟ هو اصلا عايز سيتا 2 على تي 1. نبص على المعادله دي، سيتا 2 على تي 1 يعني اسحب تي 1 في المقام، هتلقى ده بسط
اسحب ده في المقام كده زي ما انت شايف، هتطلع ترانسفير فانكشن، تطلع ترانسفير فانكشن بالشكل اللي انت شايفه. اعمل ايه؟ يبقى عندي ان 2 وان 1 لو هو مديها لك تمام، بس في مشكله اساسيه، الجي اي والدي اي والكي اي اللي انت حاططهم دول لازم تجيبهم بدلاله الكومبوننت الاصليه الموجوده في الرسم مباشره. بعدها اروح اكتب الثلاث متغيرات اللي انا عايزها. لازم اخلي بالي في الترانسفير فانكشن البسط كان عايز سيتا 2، ولما انا رسمت الخط كان سيتا 2، ببص على الخارج دايما، يبقى الخارج عندي اللي هو سيتا 2 او بسط الترانسفير فانكشن سيتا 2 دي هي اللي مطلوبه. فبالتالي انا شغال على البرانش 2، يبقى البرانش 2 اروح كده هنا احط في الثلاثة مجاهيل دول. اول حاجة احط الامبيدنس الخاصة برانش 2 عشان انا شغال على برانش 2 عشان سيتا 2، يبقى انا شغال على برانش 2 الامبيدنس تتحط زي ما هي. ايه هي الامبيدنس الموجودة في برانش 2؟ هل في جي؟ في جي؟ اه في جي تتحط هنا. هل في دي؟ اه في دي اهي تتحط هنا. هل في كي؟ اه في كي تتحط هنا. يبقى احط الامبيدنس الموجودة في البرانش الثاني عشان انا اصلا شغال على البرانش واحطهم زي ما هم، تمام؟ دي أول خطوة. بعد كده أنا خلصت برانش 2، هل في برانشات تانية على الرسم؟ آه، اللي هو برانش رقم 1، أروح أنقل 1 ل 2، يبقى لو في برانشات تانية موجودة على الرسم، كل البرانشات الموجودة على الرسم الباقية تتنقل للبرانش الأصلي اللي أنا شغال عليه، وهنا أنا شغال على البرانش 2 ده البرانش الأصلي، يبقى جميع البرانشات الباقية تتنقل لبرانش 2، يبقى كده هروح أحول من برانش 1 ل 2، يبقى هحول من برانش 1 ل 2، يبقى انا حطيت امبيدنس برانش 2 اللي انا كنت شغال عليه، هيفضل عندي برانش 1 احوله لبرانش 2، هنقوله، فاكتب كده 1 الى 2، يبقى هنا هحط امبيدنس الخاصه برانش 1 اللي هتتنقل، الامبيدنس اللي هتتنقل اللي هي خاصه برانش 1، هل في جي؟ لا مفيش جي، هل في دي؟ مفيش دي، هل في كي؟ لا مفيش كي، احط هنا 3 زيروز، تمام؟ خلي بالك الامبيدنس دي هتتضرب في ريشيو، الريشيو عباره عن ايه؟ انا سهلت لك الموضوع، هو تكتب 1 الى 2، دي معناها ان الخاصه برانش 2 هقسمها على ان الخاصه برانش 1، نسبه التحويل اللي هنا اللي هي الريشيو هجيبها ازاي؟ 1 ده اللي انا هنقل منه، 2 ده اللي هنقل ليه او اللي انا رايح له، يبقى 1 عندي هو السورس، 2 هو الديستنيشن، واحنا قلنا ان الخاصه بالديستنيشن على ان الخاصه بالسورس تربيع، يبقى تكتب 1 سهم 2 تاخد الان الخاصه بهنا بالرقم قبل السهم اللي هو هنا ناحيه الشمال، يبقى اقول كده ان الخاصه برانش 2 الان الخاصه برانش 2 تبقى ان كام؟ ان 2 على ان الخاصه برانش 1 ان الخاصه برانش 1 ان 1، يبقى ان 2 على ان 1 متربع، يبقى كل عنصر من هنا يتضرب في ان 2 على ان 1 تربيع، وبعد كده تجيب المحصله هتلقى الزيرو اتضرب في دي وزيرو اتضرب في دي وزيرو اتضرب في دي، فضل عندي الجي اي عباره عن جي، دي اي عباره عن دي، كي اي عباره عن الكي. هرجع تاني للترانسفير فانكشن عندي، دي هي اللي كانت في الاول اللي كان فيها المجاهيل، ابتدي اعوض على المجاهيل، هيطلع لي عندي الجي والدي والكي زي ما هم زي ما حسبناهم كده بالسلايد اللي فات، اعوض عنهم هتلقى الترانسفير فانكشن دي هي نفس الترانسفير فانكشن اللي حليتها بالطريقه التقليديه. هروح نعيد حل المثال تاني، بس الترانسفير فانكشن اللي انا طالبها سيتا 1 على تي 1، هبص على ايه؟ زي ما اتعلمنا ابص على الخارج، طبعا بعد ما تجيب التورك عندك وتجيب الستات الرسم عندك تخلصها، هبص على ترانسفير فانكشن المطلوب عندي سيتا 1، يبقى ارسم خط هنا واروح اكتب هنا مباشره سيتا 1 زي ما انتم شايفين كده، يبقى ابص على البسط سيتا 1 ارسم هنا سيتا 1، سيتا 1 دي موجوده في انهي برانش؟ موجوده في البرانش الاول، مين اللي بيأثر في البرانش الاول؟ تي 1، يبقى ارسم هنا تي 1، بعد كده اسال التي اللي موجوده في الترانسفير فانكشن عندك تي 1 هل هي اللي موجوده على الرسم اللي انا رسمته؟ اه تي 1، يبقى ما فيش تحويل، يبقى تي 1 هي تي 1 مش هحول بالنسبه للتورك، يبقى مباشره احط المعادله اللي بتقول ايه؟ الامبيدنس في سيتا 1 لان انت شغال على سيتا 1 بتساوي التورك تي 1، الامبيدنس القوس ده ثابت زي ما قلنا، يبقى دلوقتي انا عايز ترانسفير فانكشن سيتا 1 على تي 1، يبقى سيتا 1 اسحب تي 1 في المقام هتبقى دي في المقام الناحيه الثانيه، تطلع بالشكل اللي قدامك ده، يبقى انا مطلوب مني اجيب الثلاث مجاهيل دول او الثلاثه بارامتر دول، يبقى الرسمه دي انا حولتها للرسمه دي، يبقى ادي الثلاث مجاهيل او الثلاثه بارامتر عندي، انا شغال على انهي برانش؟ انا شغال على برانش 1 لان سيتا 1، اروح حاطط كده، يبقى اول حاجه بتتحط في الثلاثه الامبيدنس الخاصه بالبرانش اللي انت شغال عليه، شغال على برانش 1 تتحط الامبيدنس الخاصه ببرانش 1، برانش 1 هل في جي؟ لا، هل في دي؟ لا، في كي؟ لا، يبقى احط هنا 3 زيروز، مين البرانشات الباقيه عندي؟ اه انت اتخلصت من برانش 1، فاضل برانش 2، يبقى برانش 2 هنقوله لبرانش 1، ليه نقلته لبرانش 1؟ لان اصلا انا الاصل بتاعي برانش 1 زي ما انتم شايفين اهو، يبقى البرانشات الباقيه تتنقل له، يبقى برانش 2 يتنقل له، لو برانش 3 موجود يبقى 3 يتنقل له، تمام؟ يبقى فاضل لي عندي برانش 2، يبقى برانش 2 هنقوله لبرانش 1، هروح كده
هاخد امبيدنس الخاصه بالبرانش 2 دي الامبيدنس اللي هتتنقل، يبقى الامبيدنس خاصه ببرانش 2. بص كده، هل في الرسم في جي؟ اه في جي. في دي؟ اه في دي. في كي؟ اه في كي. واروح احط الثلاث قيم عندي في الثلاث معادلات او الثلاثه بارامتر. طب هل دي تتجمع على طول ولا بتتضرب في ريشيو؟ لا بتتضرب في ريشيو. ركز معايا كده، انت بتحول من 2 ل 1، يبقى عندي السورس عباره عن 2، الديستنيشن 1. خليك على الاسهم او خليك بالشكل اللي انا هحل بيه ده، يبقى تقول ان الخاصه ببرانش 1 على ان الخاصه ببرانش 2. واحد هيقول لي ان 1 على ان 2، هقول له غلط، لان ممكن ظروف المساله ما تطلعش ان 1 على ان 2. لا، انت تقراها كده، تقول ان الخاصه ببرانش 1 على ان الخاصه ببرانش 2. تمام. يبقى ارجع تاني للرسم، هقول 2 ل 1، يبقى بين 2 و 1 انهي ترس؟ اللي هو الترس ده، اظلل على الترس ده، يبقى انا شغال على الترس ده. ان الخاصه برانش 1، ان الخاصه برانش 1 هنا تبقى ان 1 على ان الخاصه برانش 2، ان الخاصه برانش 2 تبقى ان 2، يبقى ان 1 على ان 2 تربيع، واضربها في الثلاثه. هتلاقي هنا زيروس، هتلاقي الجي مضروبه في النسبه، الدي مضروبه في النسبه، الكي مضروبه في النسبه. لو رجعنا للترانسفير فانكشن عندنا الاصليه، عندي الثلاث مجاهيل، عوض عنهم. طبعا انا خدت الثلاثه هنا النسبه المقرره وحولتها في البسط، اني خدت النسبه من هنا عامل مشترك وحولتها للبسط رفعتها فوق، وبالتالي عندي هنلقى الترانسفير فانكشن دي هي نفسها اللي انا حصلت عليها في بدايه شرح للمثال. بس خلي بالك انا شغال على سيتا 1 لتي 1. واتمنى حلقه النهارده تكون استفدتوا منها حتى لو بحاجه قليله، وشكرا جزيلا.